صباح الخير أعزائي المشاهدين. إجا الفصل الحلو، فصل الربيع اللي كلنا بنستناه، اللي بتدفع فيه النباتات. بدنا نراقب، بلشنا هلأ لازم نراقب نباتاتنا أكثر. لازم نعرف إيش بدنا نزرع بالجنينة عشان نعرفكم على بعض المتسلقات اللي ممكن تنزرع بهذا الوقت. رح نحكي اليوم عن بعض الأنواع اللي هلأ ممكن تزرعوها، يعني قد ما بنقدر رح نحكي معلومات عن كل واحدة. رح أبلش بالوستيريا. هلأ الوستيريا متسلقة كتير حلوة، بتتميز بإشي إنها هي بتفتح بأول الربيع، بتفتح على الخشب قبل ما يطلع الورق. هلأ ليه إحنا بنفضلها؟ لأنها هي بتفتح قبل يعني أي متسلقة تانية، بتفتح وجنينتي لسه ما فيها تفتيح كتير بداية الربيع، عشان هيك كتير إحنا بنفضلها. هلأ اللون المعروف عنا بعمان اللي هو البيربل أو البنفسجي، طوف كتير حلوة. في عنا هون اللون الأبيض، بس الأكثر اللي أنتوا أكيد بتشوفوه بهذا الوقت هلأ إذا بنمشي بعمان اللي هو اللون البنفسجي. كتير سهلة، كتير كتير، يعني هي هيك كتير مرتبة. ممكن توحينا بأنه هي صعبة، لكن بالواقع هي متسلقة جدا سهلة. بدنا نكون حذرين إن ما نقصها كتير بوقت، يعني مجرد ترتيب، يعني ما بنيجي على شهر 12 بنقصها لأنها هي بتفتح بدري، يعني ممكن تفتح إذا إجت حرارة مثلا بعد نص ثلاثة والبعض هيك فتحت عنده. فعشان هيك بنقولكم إنه خلوا القص أخف بالشتاء. هلأ الوستيريا ما بدنا نخربط صراحة بينها وبين الجاكرندا. الجاكرندا إشي مختلف. الجاكرندا شجرة كتير في منها بعمان، بتفتح بشهر 5، القطوف أغمق وأكبر. هاي غير عن هاي، عساس كتير يعني عم بصير خربطة بينهم. وستيريا متسلقة جدا جميلة، بتفتح بالوقت الصح اللي إحنا بدنا إياه. هلأ في إشي تاني جديد شوي علينا، اسمه الكليماتس. الكليماتس يعني متسلقة كتير حلوة. هلأ عشان جديد لسه، يعني الربيع لسه عم ببلش، ما قدرنا يمكن نلاقيها مفتحة، لكن هي موجودة. طبعا هي مستوردة، في منها البلدي. تفتيحتها زي ما انتو شايفين كتير حلوة، في منها ألوان سهلة جدا. نموها الخضري خلينا نقول سريع. طبعا ما بدنا ننسى انه متسلقاتنا اللي معنا اليوم كلها بالشمس، عشان ما انسى، كلها بدها شمس مباشرة، وكل ما اعطيناها شمس كل ما حتعطينا ازهار ممتاز. كليماتس كتير حلوة، اعتمدوها ورح تحبوا زهرتها، لانه زهرتها هلأ هي خضارها كتير رقيق، لكن زهرتها كبيرة، فهي لما بتفتح بتعطي لون كتير قوي بالشمس. طبعا هلأ نيجي للي كلنا بنعرفه، الياسمين العراقي، هو اللونسيرا. الكل بيعرف انه ياسمين عراقي. هلأ اللونسيرا احلى ما فيها انها سريعة النمو، يعني كلكم تعرفوا انها بتعطي نمو خضري قوي جدا وسريع. فعشان هيك اللي حابب يغطي منطقة معينة، اللي حابب عنده يعني حابب انه يكون كتير كثيف النمو، يروح على طول للونسيرا أو الياسمين العراقي. بس بدنا نكون كمان مش نزرع المتسلقة وننساها. دايماً المتسلقة لما بدنا نزرعها بدنا نوجهها التوجيه الصحيح وين تطلع. يعني أنا بدي أكون عارفة إذا بدي أحط لها يعني إذا في حيطة مثلاً أو في سبورت سيستم خشب اللي موجود بدنا نطلعها عليه، بدنا نكون عارفين وين دا تمشي، مش على كيفها، خاصة اللونسيرا لأنها كتير صراحة سريعة. فعشان هيك كتير منصحكم فيها. بتعرفوا تفتيحها اللي هو الأبيض والأصفر أو الكريمي اللي فيها العسل، فهي تفتيحها حلوة. هلأ في عنا هون ثلاث حبات لونسيرا مستوردة، زهري
ما بعرف الأصفر لعصفار أكثر، فهي هاي ألوان جديدة حلوة ودائما حلو التغيير. يعني حلو أني أنا أزرع اللونسيرا البلدية العادية، وحلو أنه إذا في مجال أجدد أزرع من الشغلات الجديدة، وطبيعي ما بكون خايفة منها لأنها هي كتير بتنبسط على جونا. نيجي لليسمينة اللي وراها اللي هي الرينكوسبيرمم. الرينكوسبيرمم ياسمين كتير كتير حلو، كتير مرتب، ما بيوقع ورق، ما بيوسخ، وهذا اللي ستاتنا معظمهم بدوروا عليه. الرينكوسبيرمم ياسمينة هي مرتبة، يعني مش كتير وايلد، مش كتير بتمشي على كيفها، محل ما بنحطها بتمشي بالضبط. الحلو في الموضوع خضار الورق كتير قوي وكتير حلو، نادر ما يصير يعني إنه عصفار، نادر ما يصير إصابات فيها. إلها تفتيحة زي الياسمين البلدي، لكن أقوى، الزهرة أقوى شوي من الياسمين البلدي. ريحتها رهيبة، كتير حلوة، نموها نسبيا سريع، فعشان هيك أنا بحطها وأنا مرتاحة. يعني ست البيت بتحطها وبتكون كتير مبسوطة إن هي ما عم بتكت ورق كتير. هلأ اللونسيرا أو الياسمين العراقي ممكن يجمع ورق أكتر ناشف لأنه أصلاً الحجم أكبر. الرينكوسبيرمم أرتب كتير، فبتكون النبتة إليجانت، يعني مرتبة طالعة بطريقة اللي أنا بدي إياها واللي أنا شايفتها صح، فكتير بنصحكم فيها. وصراحة يعني بتغطي منيح، بتغطي بطريقة مرتبة، ما حد ضايقنا بالنمو. نيجي للياسمينة اللي هي متعارف عليها إنها فل متسلق، يعني هي ورقتها نفس الفل، في ناس بقولها الياسمين الفرنسي. هلأ هاي بالضبط يعني نفس زهرة الفل تقريبا، الورقة تقريبا نفس الشيء، كتير حلوة، ريحتها بتجنن. ممكن هي بتحب الدفى أكتر، يعني هي بتدفع بس يفوت الصيف أكتر، لكن بشكل عام سهلة جدا وخضارها حلو. يعني هم تقريبا كل اللي معنا كتير سهلين، فأنا بحب كتير إنكم تعرفوهم. ومش ضروري أنا لما بزرع الياسمين حلو إني أزرع نوع واحد، لكن برضو حلو إني أشكل، يعني إذا في مجال إني أشكل بالياسمين أعمله مثلا واحدة أبيض واحدة لون تاني بيكون كتير حلو. مثلا واحدة بتفتح بشهر 4 زي الوستيريا، بحطها مثلا بزرعها، بزرع جنبها الرينكو، فبصفي الوستيريا فتحت بشهر 4، الرينكو حتفتح بشهر 5 أو 6، فبالتالي أنا في عندي سيكونس أو ترتيب بالإزهار حتى للمتسلقات. وهذا موضوع كتير مهم لازم إنه نعرفه عشان نقدر نعرف كيف بدنا نزرع. آخر شيء اللي هو الهيدرا أو الآيفي. الهيدرا أسهل متسلقة ممكن أحطها، كتير حلوة وكتير مرتبة. هلأ في مشكلة إنه هي ما إلها أزهار، لكن بتعطيني، يعني إذا عندي هدف لأنه يكون اللون أخضر أكتر ما بيهمني الإزهار. في ناس كتير مثلا مش كتير مهم إنه تكون مزهرة المتسلقة، المهم إنها تغطي. هلأ الهيدرا ورقتها نفس شكل القلب تقريبا، في منها الموشح وفي منها الأخضر، وهي متسلقة كتير قديمة وموجودة عنا، فهي كتير سهلة. هلأ الهيدرا ما بتلزق على الحيط، لكن سبحان الله الهيدرا لما بتلاقي حيط خشن، احنا بنقوله بالعامية اللي هي الرشة، بتكون كتير خشنة، بتصير تعمل جذور هوائية بتلزق بالحيط، فعشان هيك احنا ممكن نفكر انها هي بتلزق. هي ما بتلزق الا اذا في حيطة خشنة، فاحنا بداية بدنا نحاول نلزقها على الحيطة عبين ما توصل لمرحلة معينة. اي متسلقة من هدول بداية رح تحتاج إنه نحط لها زي نربطها، نحط كليبسات مثلا بداية. بعد هيك بعد ما توصل لحجم معين هي بتتأقلم مع الجو اللي موجود وبتطلع بطريقة حلوة، فما بيكون في مجال إنه أو ما بيكون في صعوبة صراحة إنها تتسلق. الهيدرا كتير بنصحكم فيها. لكن هلأ أنا بعرف إنه معظمكم لما إحنا حتى منشتغل لأي حدا الحديقة بقول لك متسلقات بقولوا بتجيب حشرات، بقولوا فيها بتوسخ كتير، بصير فيها كتير ناشف. هلأ هذا الحكي غلط، لأنه إحنا طالما في صيانة بالحديقة وطالما في قص صحيح أكيد ما حنضطر إنه يكون في عنا إصابات، ولا حيكون في عنا ورق ناشف
وسوري وسخ كتير جوا النبتة. هلأ شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه هي بتطلع على الحيطة سنة وسنتين وثلاثة وعشرة وما نقصت، فبالتالي كل الورق أي نبتة في العالم بتوقع بتجدد ورق، فهي لما بتصير تجدد ورق بتصير تحطه عندها، يعني بصير يوقع جواها. فعشان هيك بنتفاجأ بعد مثلا 5 سنين إحنا ما قصينا إنه هي فيها ورق كتير. هلأ أنا اللي بنصحكم إياه لما تزرعوا المتسلقة في كم شغلة لازم تنتبهوا لها. أول شيء في عنا قاعدة بالنباتات، قاعدة القمة النامية، واللي يمكن معظمكم بعرفها. إذا نقصت القمة النامية في أي نبتة بتفرع من تحت، وإذا بدنا النبتة تطول ما بنقصها. هلأ ما بنقصها جائر من فوق، إذا قصينا المتسلقة جائر من فوق طبيعي حتعطي من تحت، فأنا هذا الحكي ما بدي إياه. أنا بدي أخلي المتسلقة اللي عندي تطلع بطريقة صح، بقصها برتبها، ممكن أخذ من أطرافها لكن مش هداك القص الجائر من الفوق. وتحت ما بدي إياها ملتي ستيم، ما بدي إياها تكون كتير مليانة فروع، فبخفف الفروع اللي تحت عشان هي تدفع لفوق أسرع. هاي النقطة. النقطة الثانية، متسلقة زي الهيدرا ما بتركها على راحتها سنين، زي اللونسيرة أو الياسمين العراقي، هدول كتير بهيشوا، خلينا نقول بيكبروا كتير، فعشان هيك كل سنتين ثلاثة بقصهم حتى لو على العظم. ما بدنا نخاف من موضوع القص، بدنا نكون شوي أجرأ، فبقصهم على العظم حتى، يعني حتى لو العظم، يعني مقصود بالعظم إنه الخشب الكبير اللي صار مع السنين، حتى لو بوصل لإله. طبعا هذا عم نحكي عن الشتاء، ما عم نحكي عن قصة صيف بهذا الوضع الجائر. قصة الشتاء لو كانت جائرة أنا كسبانة، بقدر أخذ نموات جديدة باستمرار نظيفة. ما بدي أحدد كل سنتين، هلأ ممكن كل ثلاثة حسب قديش قوة النمو. وأكيد أكيد موضوع الرش ومراقبة يعني الإصابات كتير إشي مهم. على فكرة الهيدرا بيصيبها إشي اسمه الحشرات القشرية. الحشرات القشرية بتلزق على الورقة بطريقة كتير مزعجة، إذا ما انرشت على طول بتصفي ملزقة وما بتروح، يعني حتى لو ماتت بتلزق بطريقة كتير مش حلوة. فعشان هيك المراقبة والرش هلأ بدها تبلش. هلأ الموسم صار رح يبدأ، الحشرات صارت أكتف أو نشيطة أكتر، فلازم إنه نرش. شغلتين بدي أنبهكم لإلهم أو إصابتين، المن والبياض الدقيقي. أول إصابتين ببلشوا بفصل الربيع وخاصة على الورد الجوري والمرجان. ما تخافوا كتير، ما بدي أخوفكم، لكن كل الموضوع إنه إحنا بدنا نراقب نباتاتنا ونقرب منهم أكتر عشان ما ينصابوا. وعلى طول متى ما لقيت الإصابة لازم أرشها. كل الأغراض المرتبة والحلوة ممكن تلاقوها بأرض ورد، بصبح عليهم بقولهم شكراً كتير على الاهتمام المستمر معنا. دايماً برحب باستفساراتكم على صفحتي إنجينير أمل القيمري أو المهندسة أمل القيمري، ويسعد صباحكم.